هنيئا، فوز كبير اليوم على تمود المضيق، وبه تقدمت شويه في الترتيب ياك. ما بقاش خوف على الجوهرة السي حسين؟ لا الحمد لله ما كاينش الخوف على الجوهرة. الجوهرة ان شاء الله حسبه صافي تصوفات، واخا يطيحوا خمسه ديال الفراقي بعد 34 دابا اللي عملنا اليوم بالانتصار ديال اليوم تقريبا حسبنا صافي، راه بقينا في قسم ديال وصلتوا 34 نقطه دابا في الساعه 4 كنا عندنا 31، ولكن 34 ماشي هي العتبه السي حسين. والعتبه تقدر تكون ما بين 37 35 37 الفوق 37 35، لان كاين اللي في التحت كاين عندهم 20، وحنايا رغم ذلك باقي عندنا جوج مباريات هنايا اللي غنلعبوهم في وسط العريش اللي باقي لنا مع اللي في الاواخر، كاين الاولمبيك القصري ومغرب طنجه، وحنايا مع نحطوا شدنا لتحت غنزيدوا نكملوا بالمسار ديالنا بالانتصار ان شاء الله. الحمد لله الدراري كانوا اليوم حسينا كان انتصار قوي مع فريق اللي هو ماشي سهل تمود المضيق، وهو كان رابع انتصار على التوالي. كيفاش هاد النهضه ولا هاد اللي عرفت الجوهره مؤخرا، شنو السير ديالها؟ الحمد لله بالنسبه للاعبين كاملين في الدور الثاني كان جا داك المرض ديالي هو اللي كان خلى باش الفرقه باش كانت شويه كانت نزلت، لان كنا زقلنا تقريبا خمسه د الماتشات جبنا فيهم جوج ديال التعادلات، واحد مع وزال وواحد مع شي فرقه اخرى، ولكن من بعد مي جات الصحه ديالنا الحمد لله هي اللي اهم. جلسنا مع الاولاد وهضرنا معاهم وخدمنا معاهم وكاملا يعني عرفوا الوضعيه كيفاش كاينه ديال النادي، لان هاد 30 مباراه راها كارثيه بالنسبه لنا. ماراثونيه يعني بطوله ماراثونيه اكثر ماراثونيه بالنسبه للقسم الثالث، لان انت كتلعب كل مره، انت في وزان، انت في الشاول، انت في المضيق، انت في تطوان، انت في طنجه، وهذا الشيء راه ماشي سهل لانك خصو مصاريف بزاف. وحنا الحمد لله عمل الجيم ديالنا باش كنحاولوا كيفاش نكملوا العام ديالنا، وباش تصوفا ما بين خمسه ديال الفراقي والامكانيات ما كايناش، راه هذا راه انجاز كبير بالنسبه للمدينه ديال العرايش. وكنتمنوا ان شاء الله نزيدوا في العطاء ديالنا ونزيدوا نكملوا المباراه ديالنا ونوصلوا لما لا ل 40 نقطه. كنتمنوا، لان 40 فقتوا العتبه. بالنسبه للمستوى اليوم وشفنا الكره كدور، وقلتي لي ان اللاعبين ما كيدربوش، كيفاش هذا تناقض هذا؟ حنا بالنسبه لدربنا في الاول ديال السنه حتى كما قلت لك حتى تقريبا حتى الدوره الثانيه تامي جا داك المره ديالي. بالنسبه للاعبين اللي عندي الحمد لله عندهم تجربه في الهوات، وماشي يعني جبناهم من الاحياء، لان الاغلبيه لعب معايا واحد دابا 3 سنين هما كيلعبوا في نفس الفريق، كاين انسجام بيناتهم. وبالنسبه لدابا يعني على حسب الملعب قلنا من الافضل باش ما نبقاوش ندربوا، ومي ما دربناش عطات العطاء ديالو. وعاد حاجه اخرى اللي باش عرف اخي احمد، رغم لاننا راه مخص التدريب يعني خص يكونوا بالنسبه للعابه في الدوزيام ميطا، يعني خص تبان العيه. حنا بالنسبه للفريق ديال الجوهره بشهاده ديال الجميع دائما في الشوط الثاني كتكون الافضل من الشوط الاول. واليوم اخي حسين كيف شفتي الجو؟ الحراره مفرطه والخصم بان عليه العياء، ما بانش ليكم نتوما عياء مثلا بحال الخصم؟ هذا الشيء كيبان، هذا الشيء كامل كيرجع للبريباراسيون في الاول، الاولاد في الاول عاوتاني وجدوا مزيان، كان الحضور ديالهم كان في الملعب، وتا هذاك راه كيلعب، لان مثلا في البطوله في الاخر راه كتبان على حسب التدريب كتبان في الاول، يعني في الاول يعني كتشارجي باش في نعم في الدورات الاخيره باش تكون اللاعبين يعني قادين باش يكملوا المباراه، والحمد لله كيكملوا غادا في المسار ديالنا. اخي حسين، امام زحمه المباريات الواحده تلو الاخرى، ثلاثه في اسبوع كتلعبوا تقريبا ثلاثه مقابلات، ودابا اليوم الخميس لعبتوا مباراه، ونهار الاحد عندكم مباراه كذلك في طنجه. نهار الاحد ان شاء الله عندنا مقابله في اجاكس ديال طنجه، اللي غنمشيو تما باش نجيبوا نتيجه ايجابيه. وحنا الحمد لله في الساحه حنا غادين بمسائل ديالنا مزيان، لا اللاعبين ولا كل شيء، هذا اللي كيفرح. واليوم نهار كبير لان اللعابه قدموا مستوى عالي وعالي بزاف بشهاده الجميع، وكانت تصفيقات للجمهور وكان تشجيع من الجمهور كذلك، لان شاف اليوم مستوى شنو الكره كدور، شنو اصابات مخدومين، وكان الفريق يتدرب يوم على يوم. وصحيح، لان الفريق اللي اهم
عندي دابا هو بالنسبه كاين المجموعه اللي عندي. نعم. مجموعه يعني من سجمه، وباش تكون زدت حاجه اخرى نزيد نضيفها لك، لان دابا هاد سبعه ديال الماتشات دابا. نعم. اللي انهزمت فيهم في وحده وانتصرت في سته، كاملا كنخرج عيب 13 لاعب و14 لاعب و 12 لاعب، كيجيب الله التيسير وكتكون الامور غادا تهي. نقولوا الحظ كان واقف معك؟ بالنسبه ماشي الحظ، لان لو كان مثلا الحظ اليوم كنت نخرج رابح ب 10، ما نخرجش اليوم رابح ب 3-1، لان الا جاتنا في الشوط الاول جاونا تقريبا اربعه ديال الكرات اللي راسنا راه الشبكه وماركينا منهم يلاه وحده، وفي الشوط الثاني تقريبا واحد سته ولا خمسه اللي كضرب بوطو وكتخرج وبلا ما تزيد تهضر في هذا الشيء هذا. وحنا نتمناو الفريق يفر من ذاك المكان الاحمر، ونتمناو الفريق يفلت، والموسم المقبل تكون عنده ان شاء الله الفريق شي رؤيه من اجل الصعود لما لا. ان شاء الله اخي احمد، ولكن بالنسبه لك كانت من هذا الدعم اللي كاينه وهاد الامكانيات اللي كاينه، ما كنظنش اخي احمد باش الواحد باش يفكر باش يمشي للصعود، لان الصعود راه خصو الامكانيات تكون كثيره، وربما العام الجاي نقدروا نجمدوا الفريق اخي احمد، لك على حساب الدعم اللي كاين للمدينه.